الآن تباركنا يا رب بكل بركة روحية ترانا في احتياج إليها، تذكرنا يا رب وتذكر هذا الاجتماع وتذكر كل الحاضرين فيه الأباء والإخوة والأخوات، وتعطينا يا رب أن نمجدك على الدوام. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا، حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة المقدسة. اذكرنا جميعا في مراحمك يا رب، واعطينا أن نكون صورة ليك في كل مكان، نقدم اسمك ونقدم خلاصك لكل أحد. اذكر يا رب المتضايقين والذين في شدة، واذكر المرضى، واعطي يا رب كل إنسان بحسب احتياجه، عالمين يا رب أن عينك علينا من أول السنة إلى آخرها، تدبر أمور حياتنا وتهيئ طريقنا لأنك إله خلصنا. بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم باري مرقس وبركة أباء البرية المقدسة، اسمعنا لما نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات. تفضلوا استريح. خلاص اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. برحب بكل شباب ملتقى لوغوس الرابع
للشباب من برشات القبطية في داخل مصر، وبرحب بكل الآباء الحضور معنا، وبرحب بكم كشباب وشابات من كنائسنا ومعظم كنائسنا وإبرشياتنا في مصر. وزي ما احنا عارفين ان ملتقى لوغوس او فكرة الملتقيات ابتدت من سنة 2018، وبنعملها بالتبادل ما بين شباب من كنائسنا وإبرشياتنا جوه مصر وشباب من كنائسنا وإبرشياتنا خارج مصر. بتبقى فرصة كبيرة للتلاقي، وبودنا ان احنا نخدم اكبر عدد من الشباب، لكن بحسب سعة المكان هي اللي بتحكمنا في العدد. طبعا الملتقى بيقعد حوالي 8 ايام وبيبقى مليان بفعاليات كتيرة، فعاليات شبابية متعددة متنوعة، والهدف منها ان كل شاب كل شابة يمتلئ بمعرفة واسعة وبحياة صح. وزي ما بقول دايما ان الكنيسة وظيفتها انها بتعد الانسان والمواطن الصالح لملكوت السماء، وفي نفس الوقت بتعد الإنسان والمواطن الصالح للحياة في الوطن. وبتبقى فرصة إن احنا ناخد جرعات مصرية تاريخية وطنية سياحية أثرية روحية كتابية كنسية شبابية، فيها هذا التنوع أو باكج كامل بيتقدم علشان يخدمنا كلنا، بحيث انك انت لما ترجع إبرشيتك او كنيستك تنقل نفس الروح دهيت، تنقلها لكنيستك واجتماعات الشباب وتعيش بيها. بتبقى فرصة ان احنا نصلح المفاهيم، بتبقى فرصة ان احنا نتقابل ويا نماذج ناجحة في المجتمع المصري، بتبقى فرصة حلوة لكل الأنشطة لعرض المواهب. شيء طيب جدا ان مثلا زي اللي تم النهاردة افتتاح معرض، والمعرض ده لوجوسفير، والمعرض ده فيه جهات عرضة نشاطها، جهات تعليمية، وزارة الشباب، مؤسسة فاهم للدعم النفسي، جهات متعددة سواء تعليمية بأشكال كتيرة، سواء دراسية، سواء خدمية. فبتبقى فرصة حلوة قوي ان احنا نتقابل ونعرف أنشطة كبيرة موجودة في الوطن وموجودة في الكنيسة. انا برحب بيكم كل الشباب، وسعيد ان يوم الاربع يجي ويبقى الاجتماع لنا. وطبعا المكان تهيألي حلو، الجو إلى حد كبير جميل، المناظر حوالينا لطيفة، كل دي حاجات بتخلينا نقف ونشكر ربنا كتير على نعمه ومحبته وعطاياه الكتيرة، وبتخلينا نشكر ربنا على تجمعنا وعلى ربنا مسهل كل الأمور ماشية بصورة جميلة، وبيخلينا كده نمتلئ بشحنات الفرح في مجرد تجمعنا. أو زي الكتاب ما بيقول، هو ذا ما أحلى وما أحسن أن يسكن الإخوة معا. أرجو أنكم تكونوا متمتعين وفرحانين، وما تخليش حاجة تفوتك خالص، وكل اللي بتعلمه تحاول أنك تنقله وتقدمه. أنا هقرأ وياكم المزمور رقم 8، وده بيتكلم عن الإنسان، وهتكلم بعد كده وياكم في تأمل عن المشاعر الثلاثة. في ثلاث مشاعر لازم يبقوا موجودين عندنا احنا كشباب. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المزمور الثامن
أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكت عدو ومنتقم. إذ أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. الآية اللي قدامنا هنا، من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ مين الإنسان ده؟ يطلع الإنسان إيه ده قدام ربنا؟ وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. يعني كل إنسان فينا غالي جدا عند ربنا. يقول كده، بمجد وبهاء تكلله. تكلله يعني تديله إكليل، تديله تاج. وإحنا بنعيش في حياتنا، ربنا خلق الإنسان وزوده بثلاث ملكات مهمة خالص. زوده بالعقل، قال له هعمل لك عقل. الحيوانات الأخرى ما عندهاش عقل، النباتات ما عندهاش عقل، علشان تكون إنسان حكيما وعاقلا. وبعد كده قال له كمان هديك قلب، والقلب ده تتركز فيه كل المشاعر، عشان تكون إنسانا روحيا عابدا أقابلك في قلبك. يعني صار القلب هو المحطة اللي بيتقابل فيها الله مع الإنسان. عشان كده في الكتابات النسكية باعتبارنا في البرية، تلاقوا كتابات كتيرة مكتوبة عن القلب وقيمة القلب ونقاوة القلب وصلاة القلب وهكذا. وكمان قال له مش هدي لك بس عقل وقلب، لا ده أنا هدي لك كمان الإيد. والإيد ده هي علشان تكون إنسان عامل وتعمل بيها الخير وتشتغل بيها وتعمر وتكبر مع الأيام. فزود الله كل إنسان فينا بالعقل وبالقلب وباليد. وصار الإنسان زي ما بنقرأ في تاريخه وبنقرأ عنه في أسفار الكتاب المقدس. ابتدى الإنسان يعيش، لكن وقع في الخطية بتاعت آدم، وبقى فيه كده لوسة موجودة جواه، لوسة الخطية بتاعت آدم. وابتدى الإنسان يتطور من مرحلة الزراعة لمرحلة الصناعة لمرحلة التكنولوجي للمرحلة الرقمية اللي احنا فيها، والعالم بيتقدم وصار للإنسان حضارة. خد بالك، مفيش حضارة تخص الحيوانات. يعني ما اقدرش اقول الحيوان الفلاني له حضارة، لانه لا عنده عقل ولا قلب ولا يد للعمل. لكن إنسان متميز، زي ما بيقول لنا الكتاب، من هو الإنسان حتى تفتقده تذكره، وابن آدم حتى تفتقده. وابتدى الإنسان يتطور ويتقدم، وصارت الإنسانية زي ما احنا عايشينها النهاردة. بس للأسف توجد ثلاث مشاعر يا شباب ويا شابات بتضيع من الإنسان في وسط الزحمة دي. هذه المشاعر الثلاثة، أول نوع منها مشاعر الوفاء، والنوع الثاني مشاعر الانتماء، والنوع الثالث مشاعر الرضا. من فضلك وأنا بتكلم حط قدامك الثلاثة دول كأنهم رؤوس مثلث: الوفاء
والانتماء والرضا. وحط اسمك جوه المثلث وشوف مقدار وجود هذه المشاعر عندك، وتعالى نشرحها ويا بعض في كل نوع من هذه المشاعر. النوع الأول مشاعر الوفاء. لما أقول عليك إنسان وفي يبقى أنا بمدحك، وعكس كلمة وفي كلمة صعبة وممكن تكون بتجرح ودنا، يقول لك فلان ده جاحد، فلان ده جاحد، ودي كلمة صعبة ربنا يحميكم منها. مشاعر الوفاء، الوفاء دايما لأشخاص، يعني أنا وفي لأبويا، أنا وفي لأمي، أنا وفي لأستاذي اللي علمني، أنا وفي للمدرسة اللي علمتني. إنسان وفي يحمل الجميل، يقدر. الوفاء صورة من صور الحب للآخر. وطبعا زي ما أنتوا عارفين في الوصايا العشر في العهد القديم، الوصية أول وصية بوعد أكرم أباك وأمك، والوصية دي هي شكل من أشكال الوفاء. أكرم أباك وأمك وأول وصية بوعد. تعال ناخد لها مثال. أمنا العذراء مريم اللي كنا بنحتفل بيها من أيام بعيدها، أمنا العذراء مريم وهي صبية صغيرة سمعت عن حبل أليصابات نسيبتها. أليصابات ست متقدمة في الأيام، العذراء مريم شابة صغيرة، دي في مكان ودي في مكان، تبتدي تخرج مجرد سمعت البشارة وعرفت بخبر حمل أليصابات، تاخد بعضها وتروح. الطرق طبعا مش زي طرقنا الجميلة ولا الأوتوبيسات المكيفة ولا الحاجات دي، طرق وعرة، وسائل مواصلات بدائية، وتاخد بعضها وتروح. رايحة ليه؟ تقول رايحة عشان أخدمها، لازم أكون إنسانة وفية ليه. وهذا الوفاء اتضح في سيرة أمنا العذراء مريم كما في قديسين كتير، لكن شفناه بصورة أجمل لما المسيح كان على الصليب والجموع الهائجة، وده بيصرخ وده بيشتم وده بيعمل. طب يسوع في وسط ده تعمل ايه؟ قال نظرت لأمنا العذراء اللي هي أمه، ونظرت لتلميذه يوحنا، وابتدى يقول يا عذراء هوذا ابنك. انت في ايه يسوع ولا في ايه؟ ده انت في حالة الصلب والألمات والصراخ اللي موجود والألفاظ والتعييرات النفسية والجسدية، انت ايه؟ قال لا، الوفاء اولا. وكانت النتيجة انه يقول للعذراء ده ابنك، ويقول لي يوحنا دي امك، وعذراء مريم تروح في بيت البيت بتاع يوحنا اللي هو بيت المحبة مع التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وفاء. هل أنت وفي لمجتمعك الصغير، أسرتك، وفي لإخواتك الكبير والصغير؟ هل أنت وفي لمعلميك؟ ما أنت من غير معلميك ما كنتش تبقى كده. هو تفتكروا الواحد فينا بيعمل نفسه؟ مش ممكن. ما اقدرش اقف واقول كده انا عملت نفسي، مش ممكن. ده هو ربنا سخر اخرين من اول الاسرة لغاية الحضانة لغاية المدرسة لغاية الكنيسة لغاية الجامعة لغاية المجتمع، سخر اخرين يعلموني ويصنعوا مني انسانا. أقل حاجة أننا أكون إنسان وفي. وفي للأشخاص. ده يمكن ربنا عمل ناس في طريقك غيروا في مجريات حياتك خالص. ده أنا لو سألتك دلوقتي
مين أثر فيك؟ هتذكر لي قائمة من الناس، يمكن يبتدي بالأسرة وينتهي بالمعلمين والمدرسين وبالزملاء. هل أنت وفي؟ تعال كده ويايا نفتكر مريم المجدلية. مريم المجدلية كانت إنسانة فيها أمراض وفيها شياطين وفيها سلوكيات وحشة، والمسيح شفاها من هذا كله وصارت إنسانة صالحة. أمنا العذراء عاملة إيه؟ مريم المجدلية عاملة إيه؟ تقول أنا بقيت كويسة خالص، بس خدوا المسيح مني. هتعملي إيه وهي إنسانة ضعيفة؟ قالت أنا لازم أكون وراه. فكانت موجودة في أحداث الصليب، وكانت في اليوم الثالث عايزة تفتش عن معلمها، وراحت تدور عليه في البستان. إيه الوفاء ده؟ وتدور عليه في البستان، ومن كتر البكاء الشديد بتاعها يبدو أن عينيها كانت تعبانة، وتشوف المسيح ما تعرفوش إلا لما ينده لها باسمها يا مريم. شوفوا حساسية الأذن لاسمها من معلمها. ولما عرفت أنه هو، وقالت له ربوني يا معلمي، ابتدأ يكلفها بأنها تقوم بالرسالة مهمة، فصارت مبشرة بالقيامة لكل الأباء الرسل. كرامة. ولذلك دايما الوفاء يبقى فيه بركات. حتى في الوصية بتقول أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض، تاخد بركة العمر الطويل. دي بركة، بركة من عند الله يقدمها لبعض الناس. وبالصورة الجميلة الحلوة دهيت، وإحنا بنشوف قدامنا الوفاء، من فضلك اسأل نفسك وراجع مبادئك. ولازم تحافظ على قيمة الوفاء ومشاعر الوفاء قدامك في كل موقف. اوعى تقع في خطية انك تكون انسان جاحد، انسان تنكر الجميل، انسان ما عندوش هذه الأمانة، انسان ما حتى مش بيشارك مشاركات الفرح والحزن الاجتماعية، المشاركات الاجتماعية العادية. بولس الرسول نص حياته ضاع بعيد عن المسيح، نص حياته. هو بولس الرسول عاش كده 62-63 سنة، نص حياته الأولاني بعيد، وقول كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط. عرف المسيح، ولما عرف المسيح وقف قدامه كده وقال ايه؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ وابتدى يقول له المسيح على الخطوات. وصار بعد ذلك كارز عظيم، لدرجة وقف مرة شبه نفسه بانه بالسقط. السقط يعني الجنين اللي بيتولد ميت، يا تشبيه صعب قوي. وبعدين يقول بقى العبارة اللطيفة بتاعته، محبة المسيح تحصرنا. فكر وياه كده في كلمة تحصرنا. تحصرنا يعني قدامنا ورانا، تحصرنا يعني جنبنا يمنا وشمالنا، تحصرنا يعني فوقينا وتحتينا. هي تحصرنا هنا زي ما انت تعمل عمل حلو اقوم اقول لك ايه يا فلان، انت جمايلك مغرقاني، جمايلك والحاجات الحلوة اللي بتعملها مغرقاني، مش عارف اردها لك ازاي. فوقف بولس الرسول قدام المسيح ويقول له كده، محبة المسيح تحصرنا. مهما رحت اشوف هذه المحبة قدامي على الدوام. القيمة التانية او المشاعر التانية، زي ما المزمور بيقول لنا، من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ تنقصه قليلا عن الملائكة، يعني ترفع من قدره قوي، ده قرب يبقى زي الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله.
القيمة الثانية قيمة الانتماء، والانتماء دايما لمكان أو كيان. يعني قلت لك الوفاء لأشخاص، الانتماء لمكان أو كيان. واحد بينتمي للأرض، واحد بينتمي للمكان اللي فيه البلد بتاعته، واحد بينتمي للوطن، واحد بينتمي للكنيسة اللي تربى فيها وتعلم فيها وكبر فيها، واحد بينتمي للمدينة يقول لك دي مدينتي، واحد بينتمي للمدرسة، المدرسة اللي تعلمت فيها سواء في ابتدائي في اعدادي في ثانوي، واحد بينتمي للكلية يقول لك احنا دفعة واحدة، احنا اتخرجنا من كلية كذا، احنا في جامعة كذا، يا ده احنا فات على تخرجنا 10 سنين و20 سنة، احنا دفعة واحدة، احنا دفعة سنة كذا. الانتماء، والانتماء يبين أصالة الإنسان، انك انسان اصيل. زمان يا شباب كان في كده اغنية بيغنوها في الراديو، الكبار فينا يفتكروها، عن واحد باع الارض بتاعته، يقول لك عواد باع ارضه، تعالوا شوفوا طوله وعرضه، باع ارضه. حد يبيع ارضه؟ ارضك تبيعها؟ مش ممكن. هو ده الانتماء، لو كانت ارضك رخيصة تبيعها، يبقى لا يوجد انتماء. ولذلك الانتماء له جذور في الكتاب المقدس. يعني مثلا تعالوا كده ويانا دانيال والفتية الثلاثة. دانيال والفتية الثلاثة اتأثروا في بلاد بابل وأشور بعيد عن وطنهم. يعمل ايه دانيال؟ يعملوا ايه الفتية الثلاثة؟ يقعدوا على أنهار بابل العراق، ويقعدوا قدام أنهار بابل، على أنهار بابل جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، علقنا قيصاراتنا. تقراها بقى في المزمور كله، وده انت مقصور وبعيد ولا ما نسيتش بلدي خالص، ما نسيتش وطني، ما نسيتش حياتي. نسمع عن نحمية وبناء السور، سور أورشليم. نسمع انه كان مقصور وكان يعمل ساقيا للملك، ولما ظهر قدام الملك وهو يعني مكشر شوية او تعبان شوية، والملك سأله مالك؟ هو في ارض غريبة. قال له ازاي ده، انا زعلان خالص لان مدينتي مهدومة، اسوارها مهدومة وابوابها محروقة بالنار. فيوم الله يسخر الملك عشان يساعده عشان يروح يبني المدينة بتاعته، وهو رايح كده يحط شعار زي الشعار اللي انتوا حاطينه الملتقى، وقال كده إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. منتهى الانتماء، منتهى الفرح انه جاي بلده، منتهى المحبة للكيان بتاعه اللي هو عايش فيه. هنروح بعيد ليه؟ واحد زي الدكتور مجدي يعقوب، وده يعني نموذج بيسموه كده أمير القلوب، نموذج اتعلم في مصر وتعلم على ايد أساتذة وكبر واشتغل شوية وسافر برة يؤهل نفسه أكثر وأكثر، ودرس وكبر في العلم بتاعه، وبعدين فكر في بلده مصر يرجع. هتعمل ايه؟ انا الحقيقة انا ما فكرتش في مصر بس، انا فكرت في مصر وافريقيا وفي اطفال مصر واطفال افريقيا، فهبني اول مستشفى في اخر نقطة في مصر في اسوان، عشان منها انطلق. حتى واحد بيفكر انطلق لخدمة كل الدول الافريقية. اللي بيتابع اخبار الدكتور مجدي كان لسه في رواندا، هو وضع حجر أساس كنيئة مستشفى للأطفال هناك، مستشفى للقلب.
في السلسلة اللي بيعملها سلاسل الأمل، الانتماء. اوعى تنسى مكانك، اوعى تنسى بيتك، اوعى تنسى كليتك، اوعى تنسى المدرسة اللي اتعلمت فيها. وانتمائك ده يحمي ويعمل تواصل الأجيال الجميل من جيل إلى جيل. ولازم يبقى لك دور مجتمعي في المجتمع اللي انت فيه. ربنا يبارك حياتكم، في يوم من الأيام هتكبر، هتعمل مشاريع، تعمل حاجات حلوة، لازم ترد الجميل لبلدك، مش لبلدك مصر، ممكن المدينة بتاعتك، لازم ترد الجميل بأي صورة من الصور. لازم تعمل حاجة وتعبر عن انتمائك. وعايز أقول لكم يا شباب، إن لما بنيجي نتكلم على مصر هتقول لي ما احنا طبعا مصريين وانت مصري لازم تقول كلام حلو. موافقك، بس حط في بالك حاجة كمان، إن بلادنا مصر متميزة ومنفردة في وسط العالم كله. يعني بلادنا مش مجرد وطن أو مجرد أرض دين عايشين فيها، سواء كنا أغنياء أو فقراء، سواء مصادر الطبيعة عندنا غنية أو فقيرة، مش دي الحكاية. الحكاية إن أحد النعم اللي ربنا عطاها لك أنك نشأت على هذه الأرض، نشأت عليها، وإنك لما نشأت على هذه الأرض بتاريخها، بجغرافيتها، بطبيعتها، الطبيعة اللي فيها، بالحضارة فيها، بحاضرها، بماضيها. يعني يكفي أنك تعرف أن هذا الوطن لم ينقسم ولم يندمج، لا اتقسم ولا اندمج. حدود مصر كما هي منذ أن وضعها الله، هذا الوطن لم ينقسم ولم يندمج، هو كده. ويسموا مصر بلد عناصية. لما ترسم خريطة أفريقيا تلاقي الركن اللي فوق الشرقي ده فيه مصر، ولما تفرض خريطة العالم قدامك تلاقي مصر كأنها القلب، هي في الوسط، حتى يسموه الشرق الأوسط. والشرق الأوسط ده عبارة عن دول في آسيا ودول في أفريقيا، مصر في الوسط. فأنت في بلد، مش هتكلم على الخلفية الدينية، مش هتكلم عن الخلفية الحضارية، لكن بصورة عامة أنت في بلد قدسها السيد المسيح. اوعى تبعد عنها. تسافر، تشتغل، تنجح، تدرس، لكن مصر في قلبك. من الحاجات الغريبة أنا شخصيا بستغرب عنها عليها، ان هو يسافر ويعيش ويهاجر ويقعد سنين طويله كده، يقول لك انا ليا امنيه واحده بس. اقول له ايه؟ يقول لي لما اموت اتدفن في مصر، كان مصر دي مقبره كبيره كده. ويعني طب ما هتتدفن فيها، اهلا وسهلا، بس في نفس الوقت فين دورك؟ اوعى تنسى اللي علموك واللي كبروك واللي ربوك واللي عرفوك الدنيا وخبروك بالحياه. اوعى تنسى. اظهر دايما انتمائك لوطنك، انتمائك لمدينتك، انتمائك لقريتك، انتمائك لكنيستك، انتمائك للدراسة بتاعتك، كلية او الجامعة. اظهر انتمائك، ويوم ما تتاح لك فرصة انك تخدم الاماكن دي كلها وتعبر عن انتمائك، وانت في يوم من الايام كنت صغير هنا وكبرت وصرت انسان ومسؤول، وربنا فتح عليك وعامل مشروعات حلوة وبتحكي. كتير من الناس لما يكبر وربنا يديله فرصة انه يكون اسرة، وبعدين يجي له ولاد صغيرين، يوم ياخد ولاده كده لما يكبروا شوية ويقول تعالى وريك المدرسة اللي انا اتعلمت فيها، تعالى وريك الكنيسة اللي أنا تربيت فيها، تعالى وريك الحكاية ده هي.
ودي حاجة رائعة فيها تواصل الأجيال. هذا هو الوفاء، وهذا هو الانتماء، يبقى أو تبقى المشاعر المكملة وهي مشاعر الرضا. طبعا لو الإنسان ما عندوش انتماء يبقى إنسان ناكر للجميل، للمكان اللي اتعلم فيه، المكان اللي اشتغل فيه، المكان اللي كونه. المشاعر الثالثة اللي هي مشاعر الرضا، الإنسان الراضي. وما أجمل الإنسان الراضي، زي ما بيقول لنا هنا الكتاب: إني أرى سمواتك عمل أصابعك. السماء اللي احنا شايفينها دي، القمر والنجوم التي كونتها. الله بيجمل لنا الحياة. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده، وتنقصه قليلا عن الملائكة بمجد وبهاء تكلله. أقف قدامك يا رب وأقول إيه؟ ما نعيش غير مشاعر الرضا. أكتر آفة تتعبنا كشباب ولما نكبر هي آفة عدم الرضا. الإنسان المتذمر، الإنسان اللي مش عاجبه حاجة، لا عاجبه بيته ولا أسرته ولا سكنه، ولا عاجبه الدراسة بتاعته، ولا عاجبه حاجات كتيرة خالص، ودايما متذمر. والمتذمر ده تقل في ايديه البركة، أرجوك تاخد بالك، تقل في ايديه البركة. يعني ربنا يديله الحاجة لكن قيمتها تقل في ايديه. أما الإنسان الراضي فالله يعطيه الكثير والكثير. طبعا كلكم درستوا مثل الابن الضال، كلنا درسناه وعارفينه. مشكلة الابن الضال أولا عدم الرضا، هو مش راضي، ده بيتك. وأول إحساس في عدم الرضا إن الواحد يشعر، يقولك أنا بيتي زي السجن. طب عايز إيه يا حبيبي؟ عايز أنطلق للحرية. طب انطلق للحرية. لما انطلق للحرية وعرف ان الله حق، وصل لغاية مزرعة الخنازير ومش لاقي حد يديله طعام الخنازير، قال لك ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ده انا اكتشفت ان بره هو السجن وبيتي هو الحرية، اقوم وارجع الى ابي. رائع، مثل رائع. الرضا، الرضا. خدوا بالك، اوعى تفتكر الرضا يعني الاستكانة، يعني احط ايدي على خدي كده واقول ايه، ليس في الامكان افضل من مكان وما عملش حاجة. ده مش الرضا. الرضا ده شعور داخلي، شعور يحمل في داخلك حياة الشكر. تاخد بالك وياي ان كنيستنا العظيمة تعلمنا ان احنا نصلي صلاة الشكر في بداية كل الخدمات بتاعتنا. عندنا خدمة قداس نصلي شكر، عشية نصلي شكر، عندنا حزن نصلي شكر، عندنا اكليل نصلي شكر. ايه الحكاية؟ الشكر. وبعدين الكنيسة من عمقها تقول لك في 7 نعم الله بيدهلنا كلنا. عد وياي: نشكرك لأنك سترتنا، ستر. نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. 7 نعم بيدهلنا كلنا. ده تعبير قوي عن حياة الرضا. وفي حياة الرضا ده هي فيها لها نماذج كتيرة في الكتاب المقدس. أمنا العذراء لما جت لها البشارة اللي ممكن تفسر بسوء عند الآخرين، قالت للملك إيه؟ هو ذا نعمة الرب ليكن لي قولك. إيه الرضا الجميل ده؟ في العهد القديم حنة أم صموئيل، حنة كان زوجها اسمه ألقانة، وكانت تبكي ليل ونهار عشان ما عندهاش أطفال.
ربنا مش سامح بأطفال. يوم زوجها الجميل القانة يجي يطبطب عليها ويقول لها أما أنا خير لك من 10 بنين؟ يعتبريني أنا جوزك لكن أنا كمان 10 عيال في بعض. تفضل تصلي، ضروري كان بيصلي من أجلها لغاية ما الله منحها النسل. من قصص الرضا الرائعة في الكتاب المقدس قصة رعوس، كلكم عارفينها، وفقدت زوجها وفقدت والده وفقدت وفقدت وتغربت في بلاد غريبة. تعملي ايه يا رعوس؟ مش ترجع بلدك مؤاب؟ تقول لا، هفضل ويا حماتي نعمة نعمة، وتفضل ويا. طبعا انتوا عارفين بقية القصة. الرضا. في يوم من الايام كان في أسرة فقيرة جدا، دي قصة يعني من قصص الحياة، أسرة فقيرة جدا عبارة عن ناس ساكنين في حتة زي تحت بير سلم كده، هو راجل ومراته وعندهم 3 عيال، ما فيش في البيت أي شكل من أشكال الأساس خالص، لا سرير ولا بوتاجاز ولا تلاجة ولا أي كرسي حتى. الأب بيشتغل عامل على إيديه، كل يوم ينزل السوق، يمكن ربنا يكرمه يجي حد يقول له تعالى اشتغل يوم ولا 2، يجي له يومية. عنده 3 عيال في المدارس، مدارس ابتدائي صغيرين، الأم ما هيش تعمل ولا متعلمة، وبتقعد طول النهار على حصيرة على باب البيت، فيش حاجة غير كده. فتصادف ان في ناس جم قالوا لي احنا عايزين نخدم بيت فقير قوي، فحولتهم على البيت ده. فراحوا عند الست دي، ازيك يا فلانة، عاملة ايه، جوزك مين، ولادك مين، بيسألوها بقى عندك سرير؟ ترد رد جميل قوي، تقول لهم جوزي هيجيب، جوزه محلت، جوزها محلتوش حاجة. عندك بوتاجاز؟ ترد وتقول جوزي هيجيب. طب عندك كرسي نقعد عليه؟ تقول جوزي هيجيب. فضلت بالإجابة دي. في النهاية طبعا إجابة جميلة، مش بتقول ما عنديش، لا، بتحط الأمل وبترفع من شأن جوزها اللي إمكانياته ضعيفة جدا إنه هيجيب في البيت الحاجة ده. هي نزلوا الناس الأحباء دول وجابوا لها كل حاجة، وعملوا بيت من جديد بكل شيء فيه، حطوا فيه الحاجة، بس المكان الساعة طبعا كانت محدودة. عايز أقول لك إيه، هي إنسانة راضية، إنسانة راضية، ما عادش تقول أنا غلبانة، إحنا ما عندناش، أصل إحنا فقراء، أصل فلان ما جاب لنا، ما تقولش الكلام ده خالص. سطرت على بيتها، سطرت. ودي شطارة ان يكون عندك مشاعر الرضا الجميلة. مشاعر الرضا الجميلة ده هي بتقدم لك دايما نماذج حلوة. والانسان الراضي الله يطرح عنده بركات كثيرة جدا جدا، ويكبر مع الايام ويكون سعيد، وربنا بيحميه من الازمات النفسية، وإن عينيه بتشوف صح. خدوا بالكم يا شباب، مش كل إنسان، ربنا يحافظ على عينيكم جميعا، مش كل إنسان بعينيه بيشوف صح. لما يكون عندك الرضا تشوف صح، لما عندك التذمر تشوف غلط، تشوف غلط اللي قدامك. كأن الرضا يصحح رؤيتنا للأشياء وللأحداث، وده شيء مهم جدا، الرضا. وإنك إنسان في بيتك، حتى لو كان أكلنا محدود، حتى لو كان لبسنا محدود، مثلا تخيل كده، أنت كإنسان يوجد في العالم 2 مليار من البشر ما عندهمش مية نقية للشرب. أشكرك يا رب، عندنا إزازة مية بنشرب منها، وعندنا حنفية بنشرب منها،
قدر قيمة النعم اللي عندك. لما نيجي نعمل أو يعني نقول يلا نرشد المية، ترشيد المية، ترشيد استخدامها يعني، ترشيد الطاقة، ترشيد الكهرباء، الحاجات دي ما هي دي نعم كبيرة محروم منها ناس كتيرة خالص. الأم تريزا وهي قديسة عند الكنيسة الكاثوليكية وخدمت فقراء الهند كانت تخدم الذين يموتون جوعا، كان ما حلتهاش حاجة. يوم لما كانت تحضر قداس في الدير الصغير اللي هي كانت عايشة فيه وهي البنات الخادمات، تيجي أول ما تخلص القراءات والإنجيل في القداس تقول لهم من فضلكم اطفوا النور في صحن الكنيسة. فالبنات اللي وياها يقولوا لها نطفي النور ليه؟ تقول لهم قيمة النور ده هنجيب بيه خبز نأكله لناس ما عندهاش هذا الخبز. يا قد كده قد كده اشعر بالنعم الكبيرة اللي ربنا عطاها لك. وعشان كده بنقول نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. الخلاصة أيها الشباب الأعزاء، الخلاصة إن هذه المشاعر الثلاثة خليها حاضرة عندك عشان تكون إنسان بالحقيقة. مشاعر الوفاء للأشخاص، ومشاعر الانتماء للكيانات والمكان، ومشاعر الرضا اللي يسكن قلبك على الدوام. تبقى إنسان فرحان، إنسان متعزي، إنسان حاسس بعمل الله العظيم في حياتك. ربنا يحفظ حياتكم ويبارك أعمالكم ودراستكم وخبراتكم ومستقبلكم، ويعطينا دائما هذه المشاعر الثلاثة، الوفاء والانتماء والرضا، تكون حاضرة في حياتنا جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. أمين الليلو يا دوك سابتريك يوك أجيو بنفماتي كنين كاي كستوس إيون أستون إيون آمين تنوش فولنغوي اسموني مو امي في عروما ريفك ماي نمتكيريني وين صبتن بك لا وصوت يمون وون اينان اكشي تخاري سموي سيستيمة قوي بنتي ملشي ديمة خلو ينتي يعقوب بنوغنا ينتي ماثو سالا بيقاتي صوت بنتي دافيد تي صوفيا انتي سولومون ابن فمان باراكليتون في طفية جنيا بوست شايزة في عريب أرخ لمبطاه ويرات في امتنيوت الطايوت نار شرفس بابا آفاتا نمبنيوت نيبسكوبوس آفا أغابيوس نمبنيوت نيبسكوبوس فافا مبتنود انتيت في فتقروه جنو ثرونو سنان ميشن رمبي نمانسيو انهينين يكون انتيف تبيو انو قاجي تيرو سابي سيت انو اتشال افجين كول امتوبي بخريستوس اريه كنت فكان النوفي إنو هيريني كتاب فنيشتي الناي كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه فلوغي سون أمين سموهرون سموهرون استيمي تانيا كونيه فلغون بي اسمو. يترقف الله علينا وباركنا وزورك علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك مراسك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات لا ترفعها عنا في كل حين. ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل طغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ أدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي. أمين اسأشو أيها المسيح الأهنا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. اسمك ليأتي ملكوتك.
ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هذا المذنبين علينا. ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. والآن محبة الله الأب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جماعكم. ومع روحك أيضا. Thank you.